بسم الله. في سؤال حوالين تكبير وتصغير الارضيه او الجراوند. هاجي هنا في الريندر، هاجي هنا من الستوب، هقول له انا عايز اعمل سكنز سيتنج، هلاقي الخصائص اهيت، اختار ان انا عايز الباك جراوند بتاعتي مثلا انفايرمنت، وابدا اختار البيئه بتاعتي او الحاجه اللي انا هعمل عليها ريندر من هنا. دلوقتي عايز ابدا اعمل لها تكبير او تصغير، مثلا عايز الصخور دي تكبر او الزرع ده يكبر وكده. فهاجي في سيتنج، هاجي من سيتنج هقول له انا عايز اعمل بوزيشن، فبلاقي ان انا اقدر احرك زي ما انا عايز، واقدر اعمل جراوند سكيل زي ما انا عايز، اكبر وصغر زي ما انا عايز بالشكل دوت.